في ظلام الكون السحيق، هناك زوار غرباء يعبرون بين النجوم، يقتربون من نظامنا الشمسي للحظات قصيرة، ثم يختفون في أعماق الفضاء، تاركين وراءهم أسئلة بلا أجوبة. سرعتهم المذهلة وغموض تركيبتهم جعلت العلماء يتساءلون، هل هم مجرد مذنبات عابرة؟ أم ربما مركبة فضائية متخفية قادمة من حضارة الأخرى؟ ابقوا معنا، فما سنكشفه قد يغير نظرتكم للكون إلى الأبد. في عام 2017 ظهر أول هؤلاء الزوار، أوموموا، جسم غريب الشكل، طويل ومسطح، لم يشبه أي مذنب أو كويكب رأيناه من قبل. مر بسرعة هائلة تاركاً العلماء في حيرة، هل هو صخرة طبيعية؟ أم ربما مركبة فضائية متخفية؟ حتى اليوم لا يوجد تفسير قاطع. بعده بعامين في 2019 جاء الدور على 2I بوريسوف، أول مذنب بين نجمي مؤكد. كان يشبه المذنبات التي نعرفها، لكنه جاء من نظام نجمي آخر، كأنه رسالة تقول لسنا وحدنا في هذا الكون. واليوم سنة 2025 عاد الغموض من جديد مع المذنب 3I أتلس. تم اكتشافه في الأول من يوليو بواسطة مرصد أتلس في تشيلي، وهو يسافر بسرعة مذهلة تبلغ 58 كيلومتراً في الثانية، سرعة تجعله غير قادر على البقاء في مدار حول الشمس. إنه سيمر بنا مرة واحدة فقط، ثم يواصل رحلته إلى المجهول. لكن ما يجعل هذا الزائر مختلفاً هو ما يحمله معه، فقد رصد وهو يطلق غازات غامضة، ثاني أكسيد الكربون، الماء، الكربون، كأنها بصمة كيميائية من نظام نجمي آخر، ربما أقدم من شمسنا نفسها. تقديرات العلماء تشير إلى أن نواته قد يصل قطرها إلى عدة كيلومترات، لكنها محاطة بسحابة من الغبار والغاز تخفي حقيقتها. سيقترب هذا المذنب من الشمس لمسافة 1.4 وحدة فلكية تقريباً، أي بين مدار الأرض والمريخ، دون أن يشكل خطراً علينا. ومع ذلك يبقى السؤال الأكبر، ما سر هذا الزائر؟ هل هو مجرد مذنب بين نجمي يحمل معه مواد أولية من نجم بعيد؟ أم يمكن أن يكون شيئاً آخر، شيئاً لم نجرؤ على تصديقه؟ بعض العلماء لم يستبعدوا احتمال أن تكون مثل هذه الأجسام بقايا مركبات فضائية متقدمة أطلقتها حضارات قديمة لا نعرفها. فشكل أوموموا وسرعته الغريبة فتح الباب أمام هذه الفرضيات. واليوم مع 3I أطلس يعود الجدل من جديد. Fast moving object the size of Manhattan is hurtling towards our solar system. Comet, asteroid, or something else. Astrophysicists believe there's a strong likelihood this is a craft of alien origin. هل نحن أمام مذنب غامض عابر؟ أم أن هذه الأجسام الثلاثة، أوموموا و 2I بوريسوف و 3I أطلس، ليست سوى رسائل كونية أو حتى سفنا فضائية متخفية تسافر بين النجوم؟ الجواب ما زال ضائعاً في أعماق الفضاء. فما رأيكم أنتم؟ هل تعتقدون أن المذنب 3I أطلس مجرد صخرة تائهة؟ أم أنه قد يكون مركبة فضائية تحمل رسالة من حضارة أخرى؟ شاركونا آراءكم في التعليقات.